مساء الخير. اليوم حلقة جديدة بتستهدف خريجي كلية الطب والصيدلية يلي حابين كمان يكونوا عم يعملوا بوست جراد ستاديز بكندا. اليوم في تساؤلات عديدة بخصوص هذا الموضوع، لأن مش كل الصيادلي والدكاترة يلي حابين أنهم يسافروا هن حابين كمان بذات الوقت يكونوا عم بيعدلوا الشهادة، لأن باعتقادهم هن تخطوا السن المطلوب أو الإنجليش تيست تبعهم هو دون الوسط. اليوم خليني قبل ما بلش نطرح الإشكالية، خليني بداية نرحب بدكتور إيهاب دوميان اللي هو CEO لشركة أج بلس، الشركة الكندية المسجلة والمرخصة ويلي عم بتقدم دورات تدريبية بمجال الرعاية الصحية وغيرها، وأستاذة نغم كرداب اللي هي كمان مستشارة بنقابة الهجرة الكندية والCEO لشركة كندا أون باث، وهي الشركة المرخصة من الحكومة الكندية لتمثيل كل من يرغب بالهجرة. كمان بحب ذكر أنه شركة كندا أون باث عندها 8 مواقع أو لوكيشنز بالميدل إيست. دكتور إيهاب، اليوم رح بلش بالإشكالية معك. شو برأيك هي العقبات، أو برأيك كمان يلي هو بنظر الصيادلة والدكاترة من وجهة نظرهم، في عقبات معينة بتحدهم من الانتقال لكندا، فشو برأيك هن هول العقبات يلي عم بتواجههم؟ متشكر يا رنا الحقيقة على المقدمة دي. انت الحقيقة لخصتي فعلا أهم عقبات بتجيلنا. في بعض الصيادلة والدكاترة عائق السن بالنسبة لهم، بيحسوا ان هم كبار على المذاكرة شوي. هو انا طبعا انا مش معترف بالمقولة دي، لان انت ممكن تذاكر، يعني احنا بنفضل نتعلم لحد ما نطلع المعاش، بس في بعضهم بيبقى رافض تماما فكرة انه يذاكر مثلا بعد سن 45، بيحس انها متأخر شوية في الموضوع ده. فالحقيقة عائق السن ده بيبقى واحد من الحاجات اللي بتقابلنا. عائق اللغة هو موجود فعلا، بالذات اللي هو مش برضو اللغة بتاعته متوسطة شوية، وما عندوش استعداد ان هو يدخل في كورسات كتير عشان يحسن اللغة. بس طبعا انا بقول لهم نفس الحكاية اللي بقولها، يا جماعة انت جاي كندا فلازم تتعلم لغة انجليزية على الاقل، تبقى تقدر تتعامل بيها، لان انت عايز تشتغل هنا، انت مش جاي برضو تقعد في البيت. فالحقيقة هو العائقين بتوع اللغة والسن هم اكبر عائقين. الحاجة الثالثة بقى، في ناس رافضة تماما ان هم لسبب او لاخر ان هم يقول لك انا مش عايز اعادل، انا عايز اشتغل حاجة تانية او اعمل دراسات بطريقة تانية، مش عايز اعمل المعادلة البي اي بي سي او الام سي سي بالطريقة التقليدية، انا عايز اعمل مثلا زي ما النهاردة هيبقى موضوع الحلقة البوست جراد ستاديز. فطبعا الثلاثة شرائح دول موجودين فعلا، واتمنى النهارده نلاقي حلول، وان شاء الله احنا دايما اج بلس مع كندا اون باث مع حلول لكل الشرائح. جريت، اوكي. اليوم حنبلش هلا نفوت اكثر لنوصل للشق المتعلق بالحلول، فلهيك رح كفي اسال مسز نغم، وات ار ذا ريكويرمنتس، قبل كل شيء شو هن المتطلبات لخريجي الكلية الطب أو الصيدلي for post-grad studies permit أو للgraduate diploma. Thank you, Rena. هلأ بالنسبة لأي حدا who is a graduate بالطب والصيدلي in specific or any other programs, في post-grad programs يلي هن خصوصي it will complement the undergraduate program يلي هن بياخدوها، وفيها specific requirements يلي هن بتعتمد على الانجليش skills، وplus كمان we like almost the GPA، يعني it has to be in a better in a good standing at least. بالنسبة للإنجليش of course they بيعترفوا بالIELTS اللي هو لازم يكون IELTS 6 as a general and overall score. بالنسبة للrequirements the good thing إنه ما في age requirement. مثل ما قال دكتور إيهاب، يعني حتى الشخص لما يكون شوي هيك older age وعنده wide experience they can still apply for a postgraduate work permit postgraduate program. Okay, so اليوم في programs تتعلق ب أو specialized للinternational pharmacist and the physicians يلي هن الصيادلة أو الأطباء، فيك تخبرينا أكثر عن هول programs؟ مزبوط.
هلا اي صيدلي او حكيم بده ياخذ بوست جرادويت ورك بوست جرادويت بروجرام بيكون اخذ سبيشلايزد كورسز اند ذا وانز ذات وي هاف فور ليتس سي فور اكزامبل للفارماسيست في عندنا بروجرامز مثل الفود اند فارما في عندنا الفارماكوفيجيلانس بروجرام هودي بيعززوا الصيدلي اللي هن الشهاده الصيدلي اللي هن اوريدي عندهم اياها. اوكي دكتور إيهاب أنا كمان بدي أسألك هون شوي لنلتقل للبورت يلي بيتعلق بالأم سي سي والفي إي بي سي يعني اليوم بيقدر الشخص يلي بده يستكمل البوست جراد ستاديز بكندا بيقدر يكونوا عم يعملوا أم سي سي أو بي إي بي سي بالتزامن مع البوست جراد ستاديز؟ بالتأكيد الشور يعني الإجابة القصيرة بالتأكيد هو في ناس بيجوا كندا عن طريق البوست جراد لان يمكن يكون الطريقه او دي طبعا التخصص بتاع نغم ان مثلا يكون السن بتاعهم عال زياده شويه او يعني كبير شويه او الانجليزي بتاعهم متوسط شويه فممكن يجوا على طريق تاني غير الاكسبرس انتري فده هو طريق الهجره اللي بيدخلوا بيه كندا بس بيعملوا البوست جراد بتاعهم وفي نفس الوقت ممكن يدرسوا تاني الإكويفلنسي المعادلة الصيدلة أو معادلة الطب طبعاً وهم بيعملوا البوست جراد يعني ما فيش حاجة تتعارض مع ده هو هيكون عنده وقت أو هتكون عندها وقت يعني فطبعاً المجتهد لكل مجتهد النصيب زي ما بنقول طبعاً هيبقى فيها تعب شوية ويبقى فيها سهر ومذاكرة بس بالتأكيد الإجابة لو هتيجي كندا وبتعمل بوست جراد وفكرت إن أنت ستيل خليني أعادل شهادتي بتاعت الصيدلة أو بتاعت الطب Edge Plus موجودة عشان تساعدك وكندا On Path موجودة عشان تجيبك كندا وهو ده هي دي الـ الأساس بتاع الشراكة اللي موجودة ما بين الشركتين. اوكي مسز نغم هون بدي اسالك كمان اذا الشخص من بعد ما عمل البوست جراد ستاديز وهو كان رافض يعدل الشهاده بيقدر يشتغل بالبوست جراد سيرتيفيكت تبعه بيقدر يستفيد منه حتى لو ما عدل؟ أكيد الشخص لما يكون جاي على كندا ليدرس بوست جراد بروجرام من بعد البروجرام لو ما قدر يعدل بيطلع له يعني with the help of us بيطلع له work permit يقدر يشتغل فيها من بعد الwork permit بيقدر يحصل على الإقامة الدائمة اللي هو PR وأكيد من بعدها it leads to the Canadian citizenship بس it's not a requirement إنه يعدل الشهادة ويشتغل بالطب أو يشتغل بالصيدلي بس أكيد it's an option. Okay. Thank you so much على beneficial information يلي زودتونا فيها اليوم أكيد نتمنى الكل يكون استفاد من هيدي الانفورميشن we were overwhelmed ختاما بدي اقول انه خبرية كتير حلوة نحن خلال ايام كتير معدودة رح نكون عم نرجع نعمل another episode لنحكي عن الاشخاص يلي تخرجوا من المدرسة او خلصوا grade 12 وحابين انهم يكونوا عم بيتعلموا بuniversities بكندا او امريكا او انجلند فنحن رح نكون عم نحكي اكثر عن الاشخاص تبعوا هيدا القطاع فانتظرونا قريبا جدا بحلقه عن هيدا الموضوع وكمان بدي اذكر اي شخص حابب يتواصل مع شركتين اتش بلس او كندا اون باث وحابب يكون عم بيقدم طلب هجره بيقدر يتواصل معنا على الارقام يلي موجوده حاليا على الشاشه. Thank you so much. Thank you.